انما خلونا حضراتكم نذهب سريعا الى فقره الاسعار ونشوف النهارده. انا بس برضو يعني المفروض بطبيعه الحال ان اللي يقول لنا الاسعار الحاليه لازم المسؤولين الحاليين هم مثلا وزير التموين او حد او المساعد بتاعه او وكيل الوزارات او الحكومه تقول. انما الان انا بلاقي دلوقتي الاعلام بيستند الى مصادر ليس لها علاقه بتسعير الاسعار المصريه الان ويقول لك فلان الفلاني بيقول مش عارف ايه. يا عم في ايه؟ مش فاهم يعني. ما تطلع لي اي واحد النهارده يقول لي الاسعار نزلت ولا خلاص الحمد لله، ايه قصته؟ هو ايه ده في البنيه التنفيذيه للدوله؟ الاخ اللي هو كل شويه ده اللي هو نقيب الفلاحين اللي ما عرفش يمثل الا نفسه ده ابو صدام ده اللي يقول لك خلاص اللحمه ب 300 جنيه، جبتها منين دي سعادتك؟ ده في رمضان الجاي ان شاء الله. وانتظروا اللحمه هتبقى ب 300 جنيه، فين؟ وانت مين سعادتك؟ انت مين حضرتك؟ معلش عفوا، انت ايه يعني؟ اديني موقعك في السلطه التنفيذيه. انما يطلع النهارده اللي اسمه ايه نقيب الفلاحين ابو صدام ده يقول لك ان اللحمه هترخص ب 300 جنيه. اهو. تراجع كبير في اسعار اللحوم خلال رمضان. طب يا عم يجي رمضان الاول يعني ساعاتك بتحكم ليه؟ لا انت راجل النهارده مثلا رئيس شعبه الجزارين، ولا انت وزير التموين، ولا انت لك اي صفه تنفيذيه بتوعد الناس على اي اساس ان اللحمه توصل 300 جنيه؟ ما هو بعض اصدقائنا الاستاذه ندى موجوده معانا البث المباشر تقول انا جبت لحمه دلوقتي ب 300 مش في رمضان، دلوقتي لحمه كان دوز يا سيدي قعدت 3 4 ساعات وما خلصتش ولا حتى جمل. يا القصه النهارده هي خلاص بقيتوا عندكم اسهال في تصريحات وخلاص. يقول لك اصل يا جماعه المناطق اللي فيها اللحمه ام 500 هتبقى ب 450 واللي فيها المناطق اللحمه ب 450 تبقى ب 400 و 350 تبقى 300. جبت الكلام ده منين؟ ما ده والمهم هتقولي تاني يا جماعه الخبر شو بس يعني اي المواقع اللي واخداه والتصريحات اللي واخداه. معلش عفوا يعني الموقع ده موقع مين؟ القرار 24 الزميل والصديق العزيز محمود المملوك. يعني تزامنا مع في اليوم السابع سنوات طويله محمود. انما النهارده هو الصحف ده ولا هدير ابو العيله دي انت لما رحتي تجيبي اسعار سلعه زي اللحمه ليه ساعتك ما رحتيش؟ ليه زميلتك المسؤوله في وزاره التموين دلوقتي ما اعرفش هل هو لا يزال الزميل مدحت ولا مين دلوقتي موجود في اليوم السابع ما سالتوش ليه؟ ما تجيبي حاجه مسؤول. انما دلوقتي طلعوا لي النهارده في القرار 24 نقيب الفلاحين يقول ان اللحمه سوف تصل الى 300 جنيه في رمضان. طب ما وصلتش في رمضان هنحاسبك ازاي؟ لا مجلس نواب يحاسبك ولا حد يحاسبك ولا جمهور تحاسبك، انت ليس لك اي صفه تنفيذيه في هذا الوقت. طب انت يعني مش عاجبك التصريح بتاعه عشان هو نقيب فلاحين وبيتكلم على اللحم؟ لا ما توقفتش بقى عند السبب بتاع ان وصول جزء من اموال الصفقه للبنك المركزي وان اتمام صفقه راس الحكمه بين مصر والامارات هي اللي هترخص اللحمه؟ لا عرفت ليه هو طالع يقول كده؟ احمد انا بقول لك انا طبعا نقيب الفلاحين وانت عارف ان اصلا فلاح ابن فلاح يعني. ايوه انا لا عيب على منصبه. لا خالص هو ليس منصب تنفيذي. بقول لك نقيب فلاحين مش اختصاصه ان يتكلم بالظبط كده. لا انا فاهم ده طبعا. اصل بتقول بتعيب نقيب الفلاحين. لا اصل ليس يعني اختصاصه مطلقا الحديث حول الاسعار. حضرتك دلوقتي انت بتعيب على نقيب الفلاحين طالع يتكلم في حاجه هو مش مختص فيها وسايب السبب الرئيسي اللي عشانه طلع في حاجه مش اختصاصه يقول ويغني ويطبل. لان دلوقتي احمد اهو بيقول لك ايه خاصة بعد اتمام صفقة راس الحكمة وبين مصر والامارات ووصول جزء من اموال الصفقة. هو ده الموضوع. ما انا السؤال يا احمد هل انا من حقي الان انا كاحمد عطون صحفي من حقي الان اقول للناس انتظروا اللحمة ب 200 جنيه في رمضان القادم؟ انا مثلا واحد من الناس اقول لك طب وانت مالك؟ انت مالك؟ انت صفتك ايه في القصة دي؟ انت مالك يا استاذ احمد؟ انت راجل صحفي يعني. انت بتقول الكلام ده ليه؟ ما ده اللي بقول لك عليه دلوقتي. او ممكن اقبله منك زي ما حضرتك قلت من شوية دلوقتي لو انا مثلا الصحفي المتابع ل وزارة مثلا وحجيت تصريح من وزارة ايوه وانا المسؤول عن زي مثلا بيبقى في زمايلنا في وزارة الخارجية في وزارة الداخلية هو مش دبلوماسي ولا ده ظابط بس هو قاعد متابع ومشرف زي الصحفيين اللي بيقعدوا في مجلس الشعب والشورى هو راجل ده تخصصه فما اجي اسال في الملف ده اروح له اقول له ايه الاوضاع هو هيروح للمسؤول المختص بس كده مش هيقول لك من عنده برضه وهياخد التصريح على لسان المسؤول لكن ماشي. يا جماعه من النهارده كلنا نطلع مع عند المختص وغير المختص يطلع فاذا والله العظيم يا جماعه بصوا عارف حتى اللي هم بيعرضوا له يزعل
يعني انت في ناس تجيبهم كده في واحد شخصيه تحب الناس تنافقه، فيجي مثلا على اتنين تلاته يقول لهم لا يا جماعه مش قوي كده، يعني انتوا كده جيتوا تكحلوها عمتوها. يعني عارف عندنا مثلا كده بالعاميه المصريه، جيت تكحلها عمتها اللي هو انت عايز تكحلها وتحط لها كحل، فقمت مزود لها الكحل لحد ما اتعمت ما بقتش بتشوف. انت يا باشا ايه يا حاج عبد الرحمن، يا حاج حسين عبد الرحمن ابو صدام، ايه اختصاص حضرتك في موضوع انك تقول اللحمه هتقل ولا هتزيد ولا بتاع؟ يعني انا مش فاهمك. ولكن على العموم لما يطلع التصريح ده وهو يقول فيه ان السبب اللي خلاه يقول التصريح ده الفلوس والصفقه بتاعت راس الحكمه، فكده خلاص وصلت رسالتك يا حسين، وصلت رسالتك تمام، ودي وصلت للمسؤولين ان احنا كده ربنا بقى يكرم ويخلوك نقيب الفلاحين لمده ايه 20 30 20 40 انت بقى، وربنا يديك الصحه وطولة العمر. اللحمه في مبادره عملتها احد المحلات في دمياط وقالوا ان احنا رمضان جاي بالخير، سموا المبادره كده، واللحمه هتنزل 120 جنيه في دمياط. دي مبادره من احد المحلات، تعالوا نشوف مع بعض الفيديو. جي مجدي كده قول لي ايه الاسعار دي وانت عامل ايه كده، ليه الاسعار دي؟ انا عامل عشان خاطر المبادره وعشان خاطر السيد رئيس الجمهوريه والمحافظه بتاعتنا، انا عامل السعر ده عشان خاطرهم برضه وواقف مع الشعب الدمياطي. لحمه بلدي بلدي يا حاج مجدي صح؟ طبعا. زي ما احنا بنقول من مزارعي، من مزارعك، مزارع مجدي ركه زي ما احنا شايفين، وفي السلخانه وكل حاجه، وعسايب سلخانه اهي 10 اصل كام يا حاج مجدي؟ 180 جنيه رحمة 240 جنيه رحمة الراس 180 130 ايوه، والكلع ب 200 جنيه. الكلع ب 200 بدل من كام؟ 400. والكلع يا جماعه عند مجدي ب 200 جنيه. طبق الكوارع كده ب 200 جنيه كلع، ده طبق الكلع ب 200 جنيه كيلو؟ ايوه لا هو كده ب 200 جنيه. كلع ب 200 جنيه في الطبق، اي حاجه اهو، وسندوتش حواوشي 3 عرض ب 50 جنيه بدل 75 جنيه. ده كمان عامل الحوش عرض يا جماعه، عامل الحوش عرض 53 جنيه. جي مجدي كده قول لي ايه الاسعار دي وانت عامل ايه كده، ليه الاسعار دي؟ انا عامل عشان خاطر المبادره وعشان خاطر السيد رئيس الجمهوريه والسيد والمحافظه. طيب انا على فكره الضمايطه كده بيكسروا القاعده بتاعتهم، الكرم الدمياطي تشرب شاولك نام خفيف. لا 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 كده الناس دي كرمه، احنا اصحابنا ضمايطه ما بقول لك. ده على فكره ماشي، والله العظيم مش يعني انا اكرم ناس اللي انا شفتهم من دمياط. لا ده دعاء يعني على حساب على خلاف ما يتقال، بس الراجل ده ما وصل كله لحمه ب 120 جنيه. انا بس هساله اولا هي لحمه ايه عشان بس يعني هي لحمه ايه 120 جنيه ديت، انا عشان بس ابقى عارف يعني. لان ساعتك الراجل رئيس شعبه الجزارين طلع وقال يا جماعه ان على فكره تلتين محلات الجزار على مستوى مصر قفلت. ليه؟ قال لك الاعلاف غاليه جدا واللحمه غاليه جدا، وبالتالي ما فيش لحمه ينزل سعرها عن 400 جنيه كيلو، لان الحقيقه زي ما هو الراجل قال رئيس شعبه القصابين والجزارين، قال لك يبقى كده خسرانه. ربنا يبارك لك لو انت سعادتك اعملها. بقول لك معلش احنا معانا موقفين بس من سواج، بقول لك طب انا اسافر دلوقتي اجيب اللحمه من دمياط؟ لا ده كده خلي بالك مش الصعيد بس، ده كل بحر، كل محصول بحر تروح له اطلع على دمياط، اطلع على دمياط بدل ما كنا بنجيب مشبك نجيب لحمه. لا لحمه من هناك. طبعا هي مشكوره مبادره كويسه، بس لو ساعتك انا عايز بس افرق، هي مبادره يعني خير اعملها للناس اللي ظروفهم ضيقه عليهم، ولا انت بتبيع للناس كلها بالرقم ده؟ لا عشان بس يبقى عارفين، لان في الحقيقه المبادره احنا احنا نتمنى والله الايام الجايه اتمنى مره اخرى اشوف الجمعيات الخيريه واشوف اهل يعني اهل الخير. الناس محتاجة تكافل ومحتاجة كتير جدا جدا، واللي معاه يعني يحاول شوية برضو اللي معاه شي ظروف صعبة وسيئة. طب معلش يا دكتور عطون أنا هسأل سؤال، هو الراجل دلوقتي بيعمل مبادرة مصري بيحل مشكلة مصريين، فين الدولة؟ يعني احنا بنتكلم عن الدولة وأسعار الدولة، انسى الدولة دلوقتي خلص. انت بتقول الجمعيات أهل الخير، هو احنا مش عايشين في بلد؟ ما هو خلاص يا أحمد، الدولة هي اللي عفوا اللي وصلت الناس للمستوى الآن من غلاء الأسعار، السياسة الحكومية. وبالتالي فانت بتلجا للمجتمع شويه يتكافل مع نفسه، يعني هتعمل ايه؟ طول عمرنا بنحل مشاكلنا مع بعض ونسيب الدوله. طيب والله مش قصدي يا احمد، انا معاك طبعا انت محق في ذلك، انا بس عايز اقول لحضراتكم ان هذه المبادره ب 120 جنيه قد يكون مبادره فقط للناس الفقراء المحتاجين، انا اللي اعرفه يعني. والراجل اكيد مليون في الميه بيخسر اكثر من 70%، يعني مش ما فيش سعر اللحمه بالدقه خالص، وانا اثق ان اللحمه دي لحمه تتاكل. ولحمة كويسة، مش هقول أي حاجة تانية خالص يعني.
انما لا السعر طبعا 120 ومبادره خير، ربنا يا رب يجعلها في الخير، نتمنى ذلك. انما السعر الحقيقي اللحمه يا جماعه لم يتحرك. ليه بقى؟ ازمه اللحمه، علشان اخ ابو صدام نقيب الفلاحين ده وغيره وغيره يعرفه، الازمه كانت اتشعللت لان احنا عندنا للاسف بنستورد اعلافنا بتاعت سواء الدواجن او اللحوم اللي هي بالنسبه لمزارع اعزكم الله المواشي معظمها كلها من الخارج. فلما حصل ارتفاع سعر الدولار وتكدست في الموانئ بضائع بقرابه مليار ونص دولار مش لاقيين يفرجوا عنها جمركيا، منها طبعا جزء كبير من الاعلاف. النهارده حضرتك حتى اللحظه لم يفرج عن كيلو علف واحد. لحد اللحظه لا يزال اكثر من 60 الى 70% من محلات الجزاره قافله. لحد النهارده اكثر من ثلثين مزارع الدواجن قافله. طب هتيجي منين الانفراج؟ مفيش انفراج. مش كده بقول لك من فضلك بلاش تصريحات الان، لان لسه حتى اللحظه لم يتم ادخال الاعلاف. ده انت حتى لو افرجت الاعلاف يا راجل في شهر او شهرين، يعني على عليك خير، يعني في شهر 6 أو 7 يبدا الناس يحسوا بانفراج ما لو تم انفراج عن الاعلاف. على كل خلونا نروح بقى للغربيه، وهذا يعني هذا الامر حقيقه للناس برضو. انت عارفين اهل رمضان ده بتراهم بيه الدوله والحكومه والتموين ان دي بتقدم حاجات للناس اسعارها كويسه مقبوله يعني. وطبعا جزء كبير من الناس حكوا لي التجار تواصلوا معايا، يعني قالوا للاسف ان بقالنا شهر او شهرين بتنزل الداخليه مباحث تموين، ينزل للاسف تفتيش تموين وياخدوا مخازن وكتيره جدا، خدوا بضائع بالاف الاطنان خدوها وتحفظوا عليها وحرزوها وقال لك ده احتكار ومش احتكار، والان بتعرض في هذه الايه المعارض. ما علينا، بس للاسف مش حلال يعني، دي المشكله. انما خلونا الان نشوف مواطنين الغربيه اللي بيقول لك الاسعار حتى الان يعني في المعارض نفسها في قله سلع مش موجوده. يعني مثلا النهارده الناس بتروح سكر ما فيش سكر. الكلام ده بيقولوه في حتى في ان المحافظ وصل وهذا الكلام. بالمناسبه المحافظ الغربيه ده راجل مدني، ده دكتور مهندس مدني، انا اسمع عنه احيانا كل خير حقيقه. الراجل بيقول ان هو راجل شغال، هو راجل اصلا دكتور مهندس بيقول انه شغال. فالراجل وصلته الشكاوى، الناس مش لاقيه السلع. يعني فاتح ما شاء الله شادر كبير وتقول الاسعار قليله بس ما فيش سلع. فبيقولوا لعل وعسى ان يكون في تم فعلا ضخ للاسعار في الفتره الحاليه. طيب بصوا يا جماعه، يمكن احنا قلنا عايزين نسال الناس ونعرف يا ترى الاسعار اخبارها ايه. طيب قالوا لنا ان الدولار سعره نزل بعد الصفقات، حلو جدا. قالوا لنا كمان ان بعد صفقات البيع، احنا حاطين لكم سؤال على الشاشه اهو، هل انخفضت الاسعار في الاسواق بعد صفقات البيع؟ طيب احنا جات لنا اجابه من مدينه الانتاج الاعلامي، من برامج التوك شو اللي موجوده في مدينه الانتاج الاعلامي، من مختلف الاعلاميين والضيوف اللي بيستضافوا في هذه البرامج، ان طبعا وتمس المواطن المصري والشارع المصري وكل حاجه. تعالوا نشوف كده هذا التقرير. على فكره التقرير ده من قناه صدى البلد. تعالوا نشوفوا كده، بيسالوا هل انخفضت الاسعار مع انخفاض سعر الدولار؟ نشوف ونرجع مع حضراتكم. الموضوع بدا يهدى شويه وفي نزول في الاسعار فعلا، ده حقيقي. يعني يتراوح من 10 ل 20 جنيه في سعر الكيلو، وبدا يبقى في سحب عن الاول شويه. عيار 21 كان وصل 4200 جنيه، النهارده وصل 3100 جنيه، وبرده كان انخفاض كبير جدا في اسعار الذهب. اللي نزل ممكن هم اللي بيتكلموا عنه حاجات غير الخضار والفاكهه، بس كخضار وفاكهه او كمواد غذائيه عموما ما فيش حاجه نزلت. احنا الاول كنا بنبيع البلطي ب 60 50، حلو، كان بياخد الناس بتشتري. دلوقتي البلطي اقل بلطي ب 80 وب 85. طيب الزبون اللي كان بياخد ب 3 4 كيلو بقى يجي ياخد ثلاث سمكات سمكتين. احنا كمان حنا هبط. هنزل ابص للخضار ولا ابص للفاكهه؟ انا اللي هينفع البيت عندي الفاكهه؟ لا الخضار طبعا. علبه كرتونه البيت ب 150 جنيه، حرام ولا حلال؟ ايه اللي موجود رخيص؟ البنين النهارده عاملين عليه عرض عشان برضو الدنيا تمشي شويه ب 205. البط البلد النهارده ب 170 جنيه. الاسعار قول يا رب، اللي واخد رزقه بياخده. واحنا متعشمين في ربنا برضه ان هي تنزل تاني، يعني حتى لو وصلت 400 هيبقى حاجه جميله خالص، مع ان برضه هو 400 برضه كتير. هو 400 بالنسبه للمواطن
على كيلو لحمة البقري غالي مش رخيص. في الأخبار بنلاقي إن الفراخ نزلت، بنروح نسأل عند بتاع الفراخ بنلاقي الأسعار غيرها خالص، وبرضه نفس الحاجات في الخضار. هي بالنسبة للأسعار اللي هي اللي بتطلع وتنزل دي في سوبر ماركت مفيش نزول، طلوع بس. طيب انا فرحان مبسوط ان هذا التقرير نشروه على تلفزيون صدى البلد بتاع احمد موسى. ايوه بتاع محمد ابو لانين وكيل مجلس الشعب. الناس بتقول لك ان كيلو اللحمه ما نزلش 400 جنيه وان ما فيش اسعار زي ما هم بيقولوا في هذا الوضع، وبالتالي حضراتكم احنا بنحاول نجيب لحضراتكم من استدلال من الشاشات بتاعتهم اللي هم نزلوا الشارع، هم اللي يملكوا ان هم ينزلوا الشارع ويقولوا للناس ايه. ادي راي الناس في الشارع، الحاجه ما نزلتش، اللحمه ب 400 جنيه والراجل قال في السوبر ماركت الراجل الاخير ده قالك والله يا باشا زي ما هي ما فيش حاجه زياده نقصت. والحقيقه يعني بنحاول نتكلم في هذا الوقت، انما عايز استدل الحقيقه بواحد من الصحفيين، صحفي شاطر الحقيقه قبل ما يكون اعلامي وتلفزيوني، صحفي شاطر هو الاستاذ محمد علي خير، وايضا اعلامي شاطر بالمناسبه يعني، ولا حد كبير جدا، الراجل بيحاول يقدم وجهة نظر إلى حد كبير بتكون محايدة، سواء هو على الشاشة في القاهرة والناس أو سواء هو حتى في بيقدم أحيانا على الفيسبوك بعض الكليبات الخاصة بيه. أنا هستند لشات الأستاذ محمد علي خير، هو راجل طبعا في منظومة الإعلام المصري الآن، وبيقول ان ليه الاسعار مش عايزه تنزل لحد دلوقتي، يعني ما يعني الاسعار ما نزلتش قولا واحدا، الاسعار ما نزلتش يا استاذ مصطفى بكري، الاسعار ما نزلتش يا استاذ احمد موسى، ما الاسعار ما نزلتش، كل اللي يا استاذ عزه مصطفى، كل احنا الان عرضنا فيديوهاتهم بيقولوا الاسعار نزلت والدنيا حلوه والشعب ارتاح، الشعب ما ارتاحش. وانا اصدق الاستاذ محمد علي خير ان انا اعتدت هذا الرجل في كثير من كلماته او كتاباته او مقالاته او ارائه، ان الرجل الى حد كبير بيحاول يكون جس نبض للناس في الشارع. نشوف الاستاذ محمد علي خير ونفسه بيتساءل سؤال مشروع، ليه الاسعار مش عايزه تنزل لحد دلوقتي، ونحن ايضا نتساءل معه ليه الاسعار ما نزلتش لحد دلوقتي. عايز اقول لحضرتك الدولار نزل، بس لما تيجي تنزل السوق تلاقي الاسعار ما نزلتش، تيجي تسال التاجر طب حضرتك الاسعار ما نزلتش ليه، يقول لك ما انا شاري البضاعه دي على 70 جنيه للدولار، لما تخلص واستورد جديد بالسعر الجديد يبقى السعر ينزل. طيب ماشي حبيبي خليها عندك بقى، ما انت برضو ليك تاريخ صلاحيه اي سلعه عندك. بص انت واقع بين مافيا تجار عتاولة في السوق، شعارهم لا يمكن ان نخسر ابدا، هم دايما لازم يكسبوا، لكن ان هم يضحوا ببيعة او صفقة يريحوا بيها المستهلك وبعدين يعوضوها، الاجابة لا. وبالتالي اصبر، يعني كل الخبراء يقول لك شهر والاسعار دي كلها غصب عن اي حد لازم تنزل. عايز ده برنامج اسمه قهوة خير بيقول لك اهو الاسعار المفروض تنزل بعدها بشهر مش دلوقتي، ما ده عمرو اديبك نفس الكلام. ما بص يا احمد هو منطقي امتى؟ لما الدولار يجي وينزل السوق والبنوك ما شاء الله تفرفش. تصدق ممكن ما يكونش ينزل السوق؟ هينزل السوق مين يا عم؟ والله ما ينزل السوق الدولار مين يا عم؟ يا حبيبي خدها بس مني، شفت انت راح فين؟ يا غالي بص يا باشا في هبره، ايوه معروفه هبره، هبره هتروح فين حضرتك؟ تمام هتروح لان انت عندك ديون هبره جامده. طبعا 42 مليار دولار. اوعى تنسى انا بقول للناس الكلام ده، الناس مش واخده بالها، صندوق النقد بيتابع اصلا الدفعات دي كلها يا باشا. ساكت ده والله العظيم بيتابع الدفعات متابعة. وعارف المبلغ اللي داخل وهيخصم كام من ايه وامتى وعلى مدار قد ايه. يا ريت الامارات نفسها كان 35 مليار خصم 11 مليار دولار، قال لك دي وداع عندكم صح خلاص. رقم اثنين في هبره راح يا فندم على طول وش كده للديون، وده الاهم كبير. الهبره بقى اللي هتروح للسلع قد ايه؟ للافراج عن السلع الاساسيه اللي الان عايزه تقريبا 1.5 مليار دولار في الموانئ، مش عارف. عندنا خامات ادويه، مصانع الادويه متوقفه، شركات الادويه ومصانع الادويه بتبعت للدوله بقى لها سنه بتقول يا جماعه نقص الادويه في الاسواق
سبب عدم دخول الخامة. اتصلنا بالمستورد وطلبنا الخامة والخامة جت على الجمارك، والمفروض ان هي تدخل. عشان الخامة دي تدخل، خامات الأدوية، لازم ندفع فلوس، والفلوس دي بالدولار، فالمصانع واقفة والطاقة الانتاجية مش شغالة، والخامة اللي كانت عندهم الفترة اللي فاتت اللي بيصنعوا منها الدواء، بدل ما كان الفول كاباستي او الطاقة الانتاجية بتاعته انه يطلع مثلا، انا معرفش يعني بقول لكم مثلا 1000، بقى يقول لك لا خلينا نعمل 250. ليه؟ عشان الالف لو شغلونا يوم، ال250 يشغلونا 4 ايام. فحضرتك تروح تلاقي نقص في الأدوية، وتلاقي الأدوية مش موجودة، بسبب ان كل هذه الامور مرتبطة ارتباط كلي بالخامة وبالتصنيع اللي لازم تدخل بالدولار.